نواصل الظاهرة بفيديو كان حديث وسائط التواصل الاجتماعي منذ أيام. شاب مغربي من الرحال يلتقي ويستضيف بعفوية سائحتين فرنسيتين ويعطي درسا في كرم وجود المغاربة ويرسم صورة عن مدى الأمان السائد بعيدا في جبال المغرب. محمد المكي أصبح رمزا للترويج للسياحة في المغرب العميق بعد انتشار الفيديو الذي صورته السائحتان في منطقة على ارتفاع 3000 متر بمرتفعات الأطلس الكبير. نزهب عزيزي والحسن بالعلي من زارا اليوم محمد المكي بدوار أيت مساوي الشو بمنطقة مسمرير بإقليم تنغير. ومحمد المكي معنا مباشرة. أهلا بك محمد. مرحبا بك معنا. إذا كيفاش عشتي التجربة ديال الله يبارك فيك. مرحبا بك. إذا كيفاش عشتي التجربة ديال السائحتين الفرنسيتين اللي تلقيتيهم صدفة؟ هو الصراحة الصدفة وداك الشيء كنعيشها يوميا، المعاشة يوميا ديالنا، وديما كنضربوا في هذيك المسافة واحد المرة في السيمانة ولا جوج. المهم فداك النهار مشيت عند الوالد جبت له شي مونة، وصلت تما كنتسنى واحد مول الكاميو باش يحطني العلف تما. المهم لقيتهم باتوا تما. المهم بقيت بعيد على داك السياحات شويه، كيبداو كيدويو عليا. واسمح لي راني ما كنعرف العربيه خير. لا بلا مرحبا. راه ندير باني وصافي. المهم كتعرف العربيه والفرنسيه. ملي وفاقوا بالصباح هي ملي فاقوا الصباح هذاك الكوريات بداو كيشيري ليا سميتو، بداو كيشيري ليا وبوجور بوجور سافا سافا. المهم قلت لي شويه لوبا. المهم سمعت في هذاك الكلمه لوبا وي وي، قلت لهم وي وي. جات وحده في نفس الوقت جات الاخرى. المهم بديت كنتسنى انا في هذاك مول الكاميو باش يحطني العلف تما باش نهزها بالحمر ننزلوا لهذاك العزيف فين ساكن الوالد. المهم جبت الخبزه عطيتهم بالاختصار. قالوا لي قبل واش 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 نصور واش ندير فوتو. قلت لهم اي، عطيتهم ليدن. قلت لهم هادشي ما كاين مشكل زعما. ماشي سي محمد كيفاش باش حسيتي؟ بديت كنهضر معاهم عطيت لهم الخبز. سي محمد باش حسيتي ومني ولا الفيديو ديالك مشهور يعني على المستوى العالمي؟ باش حسيتي من ولا الفيديو ديالك وليتي انت معروف على المستوى العالمي وكل نهار كيجيو عندك بزاف د الناس؟ أودي الصراحة هادشي والله ما قديت عليه فهاد الشهرة وهاد العجب سبحان الله العظيم. المهم كنشكر جميع المغاربة في أرض الوطن وخارج أرض الوطن وجميع المهاجرين. المهم الناس بداو كيتصلوا بيا بالكثيرة صراحة، المكالمات عبر الواتساب وعبر دردشة الفيسبوك وعبر المكالمات عادية صراحة هادشي كنتفاجأ والله العظيم. السي محمد يعني عرفنا أن عندك تجربة مع الرسم، كيفاش دخلتي لهذا الميدان؟ نعم عندك تجربة مع الرسم؟ ما عرفت ما سمعت. واش كترسم؟ كترسم سمعنا انك كترسم. عندي تجربه مع داك النقش. النقش اي نعم كنقش على الحجر، وانما داك الشيء من صغري، داك الشيء موهبه من عند الله وصافي. والفراغ اللي كاين في هذاك المهنه اللي كان فاش خدمت هذاك الراعي الغنم، انا كاين 90% ديال الفراغ، وبديت كنمارس هذاك النقش. وصراحة مؤخرا في 2010 طورت داك الشيء، ولكن صراحة المجتمع ما تساعدش وما عمر شي قناة زارتني حتى لهذا الدوزيام. كنشكركم بعدا. المهم هذا الشيء يلا بديت كنوحل فيه صراحة، لأن تبارك الله عليك تبارك الله عليك، هادشي كيبان زوين. شكرا لك. ان شاء الله غادي تفضل.
ان شاء الله. تبارك الله عليكم عمر. شكرا شكرا على هذه اللحظه اللي اقتسمتي معنا، والى فرصه مقبله، وكنتمناو لك التوفيق. شكرا.